معكم خديجة، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله بنقدم لكم واحد الأكلة يعني خفيفة وزوينة وصحية بزاف، وهي كتصلح كوجبة عشاء. وبعض المرات يشطوا لنا خضار، يعني كتصيط لنا خزوة واحدة ولا جوج، يعني ملي تتقاد لنا الخضرة تيبقاو لنا هاد البقايا ديال الخضار. إذا فكرت باش ندير منهم واحد الأكلة وما يضيعوش. عندي هنا البطاطس، عندي هنا الجزر، عندي هنا القرع الاخضر، وعندي هنا الكرنب او ليشو، يعني عندي شويه شويه من كل حاجه. يعني اول حاجه كناخذ هذه الخضر، هذه يمكن لينا نزيدو حتى الفلفل الاخضر، يعني اي بقايا ديال الخضر كما كانت، يمكن نزيدو جلبانه الا كانت متوفره عندنا، يعني اي حاجه كانت عندنا. هذه الخضر هذه غادي نضيفوا لها القليل من زيت الزيتون، بسم الله، يعني أكلة سريعة وفي نفس الوقت هي صحية. غادي نضيف لها القليل من الملح، القليل من الكمون، بغيتو تضيفو حتى الفلفل، هذا الفلفل الأسود طبعا يمكن لكم تضيفوه. وعندي هنا شوية ديال السكنجبير. اذا صافي، هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجها بالنسبة لهاد الخضر هادي. اذا هاد الخضر هادي غادي نديرها تشحر وغادي ندوزو المرحلة الثانية. اذا في مقلاة ثانية عندي هنا، غادي ناخد البصل، اللي قطعته قطع صغيرة، غادي نضيف له حتى هو القليل من زيت الزيتون. وغادي نضيف عليه القليل من الملح، وانا عندي سكنجبير، وغادي نضيف كذلك الملح، وغادي ندير هاد البصله تشحر، وغادي نضيف عليها من بعد غادي نضيف عليها الكفته او اللحم المفروم. الطريقه القليل من الماء باش طيب لينا هذيك الخضره وما تلصقش لينا في المقلاه. نبدا نغطيو عليها وتنخليوها طيب، من بعد تنغطيوها وتنخليوها حتى طيب. البصله بدا كيتشحر، دابا غادي نضيف له الكفته. يمكن لكم تعوضوها بطريقه ديال الدجاج او حتى الحوت الا كان متوفر، يعني غير قليل من اللحم المفروم، حاولوا ما نكثروش اللحم. بعد ما تشحرات البصله والكفته غادي نضيفو دابا هاد الشعيرة الصينية، هاهو غير ميسير شنو، يعني كيما كتشوفو مدرناش اللحمة اللي هي بحميرة، مدرناش الخرطوم، يعني كتشوفو باش تبقى واحد الطبقة بيضاء اللي غادي تبان ليكم فوق الكراتان، لأن عندي هنا الخضر ملونة. إذا ضفت التحميره او الفلفل الاحمر مع الخرقوم ما غاديش يبان المنظر ديال الكراتون ديالنا زين، يعني فضلت نخليها هكا ابيض. اذا الخضره ديالنا بعد ما طابت غطيتها في هذا الاناء هذا وخليتها حتى تبرد مزيان، وغادي نضيف عليها دابا، خديت هنا ثلاثه ديال البيضات. كنأكد ان الخضره تكون بارده باش ما يطيبش لينا هذاك البيض في وسط منها. طبت
طلعات نذوقوا الملحه الا كانت خاصه نزيدوها. عندي هنا هذاك الخليط ديال الكفته ولا فيرميسيل. دابا غادي نبدا المونتاج ديال هاد الطورطه هادي. ناخذ اناء كيدخل الفرن، فرشت له ورق بابي سلفيغيزي، دهنته بشويه ديال الزيت وعملت هذا الاطار هذا اللي هو مربع. يمكن لكم تعملوا اطار دائري او اي مول عندكم. دابا غادي نحاول نخوي نصف الكميه ديال الخليط ديال الخضره. بسم الله. بالنسبه لهاد الكميه ديال الخضر اللي درت يعني يكفي غير مول صغير الحجم. هذا تقريبا 20 على 20 سنتيمتر. يعني الا كان عندكم المول كبير ضاعفوا الكميه ديال الخضره. دابا غادي ناخذ الكفته غادي نديروها كل هي غير هذا الكلاطان كيجي لذيذ بواحد الشكل عجيب وصحي في نفس الوقت. كليكم ديروا الحوت كما قلت لكم يكون احسن، او دجاج او لدانت يعني نتوما واللي متوفر عندكم. ودابا نزيد الكميه المتبقيه. صافي دابا غندخلوها الفرن ونتلاقاو ونشوفوا الشكل النهائي ديالها. اذا هذا هو الشكل النهائي ديال الطورطه ديالنا. كما قلت لكم هي وجبه لذيذه صحيه ومتكامله. زينتها هنا ببورده ديال الطماطم، وعندي هنا دوائر الخيار، وعندي الخس، يعني وجبه عشاء متكامله. نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها حتى نتوما، راه اكيد غادي تعجبكم. اللي عجبتو هاد لا فيديو هادي او هاد الوصفه هادي ما ينساش يماركي جيم ويبارطاجيها مع الاصدقاء ديالو. وما تنساوش كذلك بالنسبه للناس اللي اول مره كيشوفوا القناه، ما تنساوش الضغط على زر الاشتراك باش توصلوا بجديد الوصفات. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.